والآن مشاهدينا ينضم معنا مباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ماجد شنقالي. أهلا بك دكتور بالنشرة الرئيسة، البداية من طلب متابعة عمل ما يقارب 47 مركزا للتجميل، ما المشخص عليها وهل أصبحت هذه الأماكن مركز لانتشار الأمراض؟ في البداية تحية طيبة لك ست رند ولجمهور قناتكم الكريم. أهلا بك. يعني في الواقع نحن قبل أيام أرسلنا 17 مركز آخر إلى وزارة الصحة، ظهر بأن 9 منها غير مجازة و8 مجازة، وحتى المجازة من يعملون فيها لا يحملون أي شهادة تدريبية حاصلين عليها من جهة معتمدة من وزارة الصحة. لذلك حقيقة يجب أن نعمل على متابعة مراكز التجميل وحتى عيادات التجميل بشكل كبير، لأن هذا المجال أصبح مجال فوضوي وهناك استغلال كبير للعمل في هذا المجال، وهو أصبح مجال عمل ربحي وليس مجال عمل علاجي وصحي. لذلك نحن في لجنة الصحة والبيئة وبتكامل وتنسيق ومتابعة من قبل وزارة الصحة عملنا على إغلاق ما يقارب الآن أكثر من 150 مركز صحي، وحقيقة هذه المتابعة أسفرت على الحد الكبير من فتح مراكز جديدة، وحتى المراكز الموجودة سنعمل على تنظيمها وعلى أن تعمل وفق ضوابط وتعليمات وزارة الصحة. مرحبا بك دكتور ماجد مرة أخرى. ماذا بعد الإغلاق؟ هل نحن بحاجة إلى محاسبة هذه المراكز التي انتشر بها أمراض مقلقة؟ نتحدث عن الإيدز، يعني انتشر بشكل يعني كثيف في بعض المراكز وهناك إحصائيات كثيرة. يعني استاذ سفيان تحيه طيبه لك، حياك الله. حقيقه انتشار مرض الايدز وكان المسبب له مراكز التجميل، هذا كلام غير علمي، وانا لا اتكلم الا بعلميه ومهنيه. هذا الكلام انتشر بعد ان حدثت 3 حالات في الولايات المتحده من استخدام الميزوثيرابي او البلازما في حقن البشره، وهذا يحدث، وقد تكون حالات قد حدثت ولكن ليس بالعدد المطلوب، لان انتشار حالات الايدز في العراق قد يكون الاقل عالميا. نحن لدينا لغايه 30/3/2638 حاله تراكميه منذ عام 1986. نعم. 470 منها متوفي والباقي 2168 على قيد الحياة، وهناك متابعة دقيقة جدا، وليس الخوف من هؤلاء لأن هؤلاء مسجلين وهناك متابعة وهناك علاج، والكثير منهم أصبح لا ينقل المرض ويمكنه حتى الزواج ويمكنه أن يعيش بشكل طبيعي، ولكن بالتأكيد بمتابعة طبية دقيقة. ولكن الخوف من الذين يشكون بأنفسهم ولا يذهبون إما للفحوصات أو حتى إذا فحصوا لا يقومون بتسجيل أسمائهم، وأعتقد أن هناك أعداد من هؤلاء خاصة الذين يزورون خارج العراق ويأتون، لأن حدثت لنا حالات إصابة للأطفال أو حتى لمن نقل لهم الدم 4 أو 5 حالات، وكان هذا الدم قد نقل من مصابين بمرض الإيدز لم يتم تسجيلهم. نعم دكتور، كيف تتابعون الإجراءات المتبعة للحد من انتشار إنفلونزا الطيور أو الحمى النسفية، خاصة مع قرب انتشار المواشي مع قرب عيد الأضحى؟ يعني في الواقع مرض الحمى النسفية هو مرض يعدي الإنسان من الحيوان أو ينتقل إلى الإنسان من الحيوان، وأيضا حيوان ينتقل إليه من القراد. لذلك هناك إجراءات يجب أن تتخذها وزارة الزراعة أو في أو دائرة البيطرة فيها، وأيضا إجراءات تابعة لنا كقسم الصحة العامة وكوزارة الصحة. حقيقة ما يردنا من حالات نقوم بمعالجتها ونمنع المضاعفات، وحقيقة مستوى الوفاة ضمن الرينج العالمي المعدل وأقل، وحقيقة هناك بعض المحافظات مثل الناصرية هذا المرض مستوطن فيها. لذلك على وزارة الزراعة أن تبذل جهود أكبر لأولا حقيقة يعني تغطيس المواشي، أيضا مكافحة القراد، وأيضا وزارة الصحة بتوجيه من يتعامل مع لحوم هذه الحيوانات أن يتعامل معها بوقاية مستمرة من خلال لبس الكفوف، من خلال عدم لمس اللحوم، لأن طبخ هذه اللحوم لا ينقل المرض ولكن ينتقل عندما يكون هناك جرح في يد ربة البيت أو في يد القصاب أو الجزار. والمسألة الأهم أن لا يكون الجزر إلا في الأماكن المرخصة أو المجازة.
طيب استثمر وجودك معنا دكتور ماجد واسالك عن المداخر والصيدليات. تفضل تفضل اكمل. عن انفلونزا الطيور لان نسيتها. يلا تفضل. انفلونزا الطيور مهم جدا طبعا اكيد. حقيقه حدثت حالات، هذه الحالات يجب عندما ان تحدث يجب ان يكون هناك اعدام لكل الدواجن الذي يثبت في الحقل اصابه هذه الانفلونزا، لان اذا لم يتم اعدامها ستنتقل الى اخرين، وبالتاكيد عندما ياتي الينا كمصاب نحن نتعامل معه كحاله ونعالجه، والحمد لله حقيقه المعالجات الطبيه والتعامل الطبي مع اكثر الحالات في العراق هو ناجح وناجح، وحقيقه عدد وفيات انفلونزا الطيور في العراق هو الاقل في العالم، وايضا حتى وزاره الزراعه تقوم بشكل كبير جدا بالمتابعه، لذلك ليس هناك انتشار كبير، مع ان هناك بعض البؤر تظهر ولكن هناك علاجات سريعه، والحكومه ايضا في الكثير من الاحيان تقوم بتعويض هؤلاء مربي الدواجن لكي لا يكون هناك خسارات كبيره لهم. نعم، شكرا لهذه التطمينات. اسال عن المداخر والصيدليات وتضارب الاسعار، من يعني يتحمل هذه المسؤوليه؟ هناك حديث عن وجود يعني مسؤوليه تقع على عدم الرقابه، الجهات الرقابيه. انت تبتسم دكتور ماجد. يعني استاذ سفيان، انا قبل ما ادخل سمعت لك تقرير يمكن عن محافظه نينوى، ومع الاسف الشديد عندما تعطى قرارات ليس من صلاحيه اي جهه، ثاني لجنه الصحه والبيئه النيابيه قد تكون اعلى سلطه رقابيه في مجال الصحه والبيئه، ولكن هذه القرارات ليست من صلاحياتنا، القرارات التنفيذيه هي من صلاحيه وزاره الصحه والسلطات المختصه، هناك اليوم برنامج يسمى برنامج التسعيره الدوائيه والتتبع الدوائي، التسعيره الدوائيه يجب ان يكون كل دواء يدخل الى العراق يوضع عليه استيكر او لاصق، وهذا الاستيكر او اللاصق يتضمن نقطه الاهم بان هذا الدواء مفحوص ويملك الرصانة وفيه سعر وأيضا إكسباير وإنتاج هذا الدواء. بالنسبة للمريض طبعا في أبليكيشن تطبيق على الموبايل. أما بالنسبة للمراقب الدوائي يتضمن الموضوع من إنتاج هذا الدواء في المصنع لحين إلى حين وصوله إلى الصيدلية، لذلك تطبيق برنامج التتبع والتسعيرة الدوائية هو الحل. أما تطبيق أمور ترقيعية بأنه هذا لا أحد يستطيع تحديد الأسعار، تحديد الأسعار يحدده السوق وتحدده السلطات المختصة. نحن في نهاية هذا العام سنعمل على أن يكون كل دواء عراقي موضوع عليه استيكر ومرخص به، ما عداه سيتم مصادرته، لأن أعطينا الفترة المناسبة ما يقارب سنة ونصف لتطبيق البرنامج بالكامل. نحن اليوم وصلنا إلى 40% من تطبيق هذا البرنامج، ولكن إلى نهاية السنة سنتعامل مع وزارة الصحة بأن أي دواء ليس عليه لاصق في أي صيدلية في أي مدخل في أي مكتب علمي يجب أن يصادر مباشرة، حينها سترى الالتزام الكامل، لأن خوفنا ليس من الأسعار، هناك يتخوف فقط تضارب الأسعار، هي المسألة ليست في تضارب الأسعار، المسألة في أن اليوم أيضا هناك أدوية مهربة وأدوية غير مفحوصة تدخل إلى العراق، لا نعرف هل هي صالحة أم غير صالحة، من أين هذه المناشئ، هل هي أصلا دواء صحيح أو غير صحيح، وحقيقة هذا هو المهم لدينا. وفي المرحلة الثانية تأتي مسألة التسعيرة. نعم، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ماجد شنقالي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.